بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، صحه فطوركم، تقبل الله صيام الجميع. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هاد لي زونسوم بالنسبه للفتيات اللي يحبوا هاد الستيل من لي زونسوم. نبداو باللون الاول كما رانا نشوفوا البلو سيال. هاد الموديل تقدري تزيدي له اي عفسه من فوق، انجيلي، عباءه خفيفه، واش حبيتي تقدري تزيديه له. كما رانا نشوفوا هاد العباءه الثاني متوفرين عندهم، وفيهم تاني عدة ألوان. نبدأ بهاد الألوان اللي رانا نشوفو فيهم، حتى لي زونسوب نراهم فيهم عدة ألوان كما راكو تشوفو. نروحو للون التاني، هاد اللون الباش كما قلتلكم فيهم عدة ألوان. هاد تقدري تعقديها للقدام وتقدري ديريها للخلف كما حبيتي ديريها. كما رانا نشوفو وتقدري قلت لك تزيدي لها انجيلي من الفوق ولا واش حبيتي تزيدي لها، مهم تعرفي كيفاش تنسقي الالوان. تري على مود هاد العيد. نروحو نشوفو مع بعض اللون الاخر، هذا اللون الابيض ان شاء الله ينالو اعجابكم. كما قلت لي ما تخليناش غير في القنادر، نوعينا شويه، راني نوعي لكم بالنسبه للفتيات بالنسبه للكبارات، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، ان شاء الله نلبوا رغبات الجميع. حتى هادو العباءات اللي راهم من الفوق فيهم عده الوان. نروحوا مع بعض لهاد لي زونسوم اللي راهم دايرين حاله في هذا العيد. نبداو بهذا اللون، هذا الثاني فيهم عده الوان. نبداو بالاورانج كما رانا نشوفوا راهم فيهم عده الوان. هادو هما اللي راحين يكونوا في العيد ان شاء الله، وفي الصيف باينين بلي راحين يديروا حاله هاد لي زونسومبل كما راكم تشوفوا. هادو كنا زمان نلبسوهم، عادت رجعت لا موده ديالهم. نروحو نشوفو مع بعض اللون الفيغ كما راكم تشوفوا، كل وحده واختيارها في اللون، لكن هاد اللون شباب بزاف، الفيغ تاعو شباب بزاف. نزيدو نشوفو مع بعض اللون اخر كما رانا نشوفو، الغوز فوشيا. بالنسبه للبنات اللي يحبوا يلبسوا هذا النوع تاع ستيل، لكن هما اصلا راهم تريز على مود هذا العيد. نشوفوا لون اخر، نروحوا مع بعض للون اخر ان شاء الله ينالوا اعجابكم. لما تدخلوا للصفحه ديالهم اللي حبيتوا نخليها لكم، الصفحات ديالهم راهم دايرين كامل الالوان اللي فيهم. وبهذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. الى اللقاء وصحه سحوركم، تحياتي للجميع.